بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وللمؤمنين: لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه المردة فلا ينفذون فيه إلى ما كانوا ينفذون في غيره، أي من الأشهر. وأخذ العلماء من ذلك تهنئة المؤمنين بقدوم هذا الشهر والتواصي على استثمار أوقاته في أيامه ولياليه والمسارعة والمبادرة إلى مرضات الله بفعل الفرائض والحفاظ عليها والانتهاء عن النواهي ومجانبتها. لكن مما يلحظ يا أخواني أن من الناس من يهنئ بعضه بعضا برمضان ثم يهمل العمل. شهر الله عليكم مبارك، رمضان كريم، ثم يكون شأنه في رمضان كشأنه في غيره، ورب رمضان هو رب غيره من الشهور. مجرد التهنئة به من غير عمل هذه خسارة، وغالب ما تكون من طرف اللسان الذي ليس له حظ من في القلب والجنان أو حظ في العمل بالأركان. فالله الله أن يطابق قولنا عملنا وأن يطابق لفظنا فعلنا، فإنه بهذا يزكو الإنسان عند ربه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فليكن محل نظر الله إليك هو خير ما تحبه أيها المؤمن وخير ما تسعى إليه، ومن ذلك أن يوافق قولك عملك. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام ويجعلنا فيه من المرحومين المغفور لهم من عتقاء ربي من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.